أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه المتابعة الخاصة بشأن التطورات المتسارعة بعد الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا، وبشأن ردود الفعل المنتظرة دوليا ومآلات الغزو الروسي وتداعياته على أوروبا والعالم أجمع. فلنتابع أولا مشاهدينا الكرام هذا التقرير الخاص بمتابعتنا الخاصة ثم نعود. إذن هي الحرب، هكذا أرادها بوتين، وباشر بها معلنا هجوما بريا وجويا على أوكرانيا من عدة محاور. العالم الذي يظهر بهيئة المذهول من الصدمة كان متوقعا هذا الهجوم، متهيئا لتفاصيله في كواليس المباحثات، فلم يجد لأوكرانيا غير الدعاء لها بالنصر كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفي أحسن الأحوال التنديد بالاجتياح الروسي والتهديد بفرض عقوبات على موسكو كما قال الاتحاد الأوروبي. أما على الأرض فتشير الوقائع أن الجيش الروسي يتقدم قادما أراضي أوكرانية، وتحت ظل آلته العسكرية يتابع الانفصاليون الأوكرانيون زحفهم، بينما المدن الأوكرانية على أهبة الاستعداد متوقعة سيناريو أسوأ. الحكومة الأوكرانية فرضت الأحكام العرفية وأعلنت أنها ستواجه الجيش الروسي دون أن تنكس الراية بسهولة ولو دفعت ثمناً باهظاً. عداد الموتى بدأ يحصي الأوكرانيين، عشرات القتلى والجرحى وهجرة جماعية من المدن الحدودية مع شبه جزيرة القرم وبيلاروسيا، وبدأت ملامح الأزمة الإنسانية تطفو على السطح. في الحسابات الروسية هذا الهجوم لن يتوقف دون تحقيق هدفه الرئيس، وربما توقيع اتفاقية تقضي بالتنازل النهائي عن شبه جزيرة القرم والاعتراف باستقلال المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون. في الواقع العسكري ونظرا لميزان القوى بين الطرفين، يمكن لبوتين تحقيق ما أراده في حال بقي أصدقاء أوكرانيا وحلفاؤها آخذين وضعية المتفرج والمندد في أحسن تقدير. الأزمة الأوكرانية بحسب مراقبين ليست نهاية الصراع في الشرق الأوروبي، بل هي البداية لنزاعات شديدة لن يقتصر تأثيرها على الإقليم فقط، بل ستتعداها إلى بقية العالم بأحلافه المختلفة. إذن مشاهدينا الكرام ما زلنا معكم في هذه المتابعة الخاصة بشأن آخر التطورات المتسارعة بعد الهجوم طبعا الذي شنته روسيا على أوكرانيا، وردود الفعل المنتظرة ومآلات الغزو الروسي وتداعياته على أوروبا والعالم. من الأخبار العاجلة التي تريدنا الآن على الشاشة، حرس الحدود الأوكراني يقول قوات روسية اخترقت الأراضي الأوكرانية من عدة محاور. لمزيد من التعليق إذن والمتابعة مشاهدينا الكرام معنا هاتفيا الآن السيد العقيد ركن حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات الاستراتيجية راسان. مرحبا بكم أستاذ حاتم معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا، تحية لك ومشاهديكم الكرام. وحياك الله. كيف تبدو الآن الأوضاع في كييف بعد هذا الهجوم الصباحي، ربما يكون مفاجئا لدى البعض، الذي شنته روسيا على العاصمة كييف؟ نعم، حقيقة ما يجري كان من المتوقع، يعني وكان من ضمن الخطط والسيناريوهات المعدة لمسألة الصراع الروسي الأوكراني خلال الفترة الماضية، لأن التصعيد الروسي كان واضح جدا، والتحشيدات الروسية بلغت إلى أكثر من 150 ألف جندي على الحدود الأوكرانية. يضاف إلى ذلك بأنه الخيارات الروسية كانت متعددة وواسعة، ومنها الاجتياح الكامل، ومنها التوغل الجزئي لمناطق محددة كما يجري الآن، أو الضربات الصاروخية والقصف الجوي. يضاف إلى ذلك زعزعة الجبهة الداخلية باستخدام العملاء الموجودين في داخل أوكرانيا. يضاف إلى ذلك الحل السياسي الذي كان مطروح للأزمة الأوكرانية خلال الفترة الماضية. ولكن يبدو بأن الأمور قد وصلت إلى طريق مسدود، خصوصا وأن الغرب لم يقدم أي تنازلات أو لم يقدم أي ردود نستطيع أن نقول مقنعة للروس بما يؤمن
المخاوف التي أثارتها روسيا من عملية تمدد حلف الناتو باتجاه أوكرانيا، الأمر الذي اعتبرته خط أحمر لا يمكن تجاوزه كونه يمثل تهديد للأمن القومي الروسي، وبالتالي جاءت الرد بهذه الطريقة. الآن أنا أعتقد بأن الوضع في كييف هو وضع صعب جدا، هناك إخراج لجميع المطارات من الخدمة، المطارات العسكرية والمدنية، هناك ضرب لمنظومات الدفاع الجوي بشكل كامل وتم إخراجها من الخدمة أيضا، يضاف إلى ذلك بأن هناك حالة من الهلع والفزع في أوكرانيا، وهذا ما نقلته الكثير من شاشات التلفزة العالمية. يضاف إلى ذلك بأن الخيارات الروسية لا زالت مطروحة، خصوصا وأن العقوبات التي هدد بها الغرب قد فرضت على روسيا، وبالتالي يمكن لروسيا أن تذهب بالخيارات إلى أبعد ما تكون. نعم، يعني الرئيس الروسي تحدث بوتين عن عملية محدودة أكذا سماها في شرقي أوكرانيا، ماذا يعني مصطلح العملية المحدودة في العلوم العسكرية؟ نعم، قبل أن أجيب، يعني هذا التصريح هو مجتزأ من تصاريح متعددة، لأنه قال بأنه سيكون ردنا يعني بما يتم من تطورات على الأرض. يعني الرد الروسي لن يقتصر على المناطق التي توغل فيها في لوسانك ولوستينك، وإنما أنا أعتقد بأنه سيكون الرد الروسي بناء على التطورات التي يمكن أن تفرض على الأرض، وبالتالي جميع الخيارات مطروحة. يعني إضافة إلى ذلك بأنه الرد الروسي قد يصل إلى البحر الأسود، يعني وصولا إلى ميناء أوديسيا الذي يعتبر، يعني استطيع ان نقول يكتسب اهميه استراتيجيه كبيره جدا بالنسبه لروسيا، خصوصا بانه باتجاه القرم، وبذلك انا اعتقد بانه الخيارات الروسيه لا زالت مفتوحه يعني. ولكن هو قال بانه العمليه ستكون محدوده، ولكن اذا ما حصل هناك تطور على الارض فاعتقد بان الخيارات ستكون مفتوحه بالنسبه لروسيا، خصوصا وانه يمتلك من القدرات العسكريه والامكانيات ما يمكنه من تنفيذ جميع الخيارات التي يمكن ان تطرح على الساحه. يعني نفهم من كلامك أنه أراد، يعني إذا لم تتطور الأحداث ستكون العملية محدودة، يمكن أن تشمل العاصمة الأوكرانية كييف وتقتصر على ذلك إن لم تحصل تطورات. لا، هو الآن العملية العسكرية موجهة إلى أقليم الدونباس، هذا الإقليم الذي يعني من عام 2014 تقريبا أصبح نستطيع أن نقول أعلن جمهوريتين مستقلة، ولكن لم يتم الاعتراف بها، ولكن هذا الإقليم كان خاضع لاتفاقات مينسك 1 ومينسك 2. هذه الاتفاقات الآن تم إلغاها من قبل روسيا ومن قبل أوكرانيا، وبالتالي ليس هناك شيء يتم الاتفاق عليه. طوال الفترة الماضية روسيا حاولت أنها تأخذ من الغرب تطمينات بعدم تمدد الناتو إلى باتجاه الغرب، خصوصا وأن الاتحاد السوفيتي عندما تم تفكيكه عام 91 تم الاتفاق على أنه لا يتم هناك توسع بالنسبة للناتو باتجاه أوروبا الشرقية أو باتجاه الدول التي خرجت من الاتحاد السوفيتي، ولكن في عام 2004 تم انضمام 7 دول من أوروبا الشرقية إلى الناتو، وفي عام 2009 انضمت أيضا دولتين، فأصبح مجموع الدول التي انضمت إلى حلف الناتو 9 دول. بعد ذلك قام الناتو أيضا بوضع منظومات صواريخ متوسطة المدى في كل من رومانيا وبولونيا، وهذا يشكل تهديد بالنسبة لروسيا. يضاف إلى ذلك بأن الآن الناتو يقوم بعملية بناء لقواعد عسكرية في أوكرانيا، وهذا يشكل تهديد كبير جدا، لأن الصواريخ الأمريكية ستكون على الحدود الروسية، وهذا سيكون له تأثير كبير جدا من ناحية التوقيت، من ناحية طبيعي الوصول إلى الأهداف وكيفية المواجهة. لذلك روسيا تعتبر أوكرانيا من الفضاء الجغرافي الروسي، ولن تسمح لأحد بتجاوز هذه الخطوط الحمراء، لأنه قد الثمن الذي يمكن أن تدفعه روسيا الآن قد يكون يعني قليل نسبة بالخطر الذي يمكن أن يداهم روسيا إذا ما أصبحت الصواريخ الأمريكية على الحدود الروسية. أرجو أن تبقى معنا. أيضا معنا الآن هاتفيا من عمان أستاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكويسي، نرحب بك في هذه المتابعة الخاصة. دكتور رحيم، ما الذي تعنيه هذه العملية العسكرية التي بدأتها روسيا فجر هذا اليوم على الأراضي الأوكرانية؟ ما الذي تعنيه على وفق وجهة نظر القانون الدولي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم، تحياتي لمشاهدي قناة الرافدين. حقيقة الأزمة بين روسيا وأوكرانيا تعود إلى جذور تاريخية متأصلة منذ الدولة السلوفاكية اللي سماها كييف روس،
روسيا تعتبر أوكرانيا امتداد تاريخي وجغرافي لها، يحمل تاريخ البلدين، هناك اتفاقيات عديدة، هناك اتصالات متعددة ما قبل إعلان الاتحاد السوفيتي وما بعد إعلان الاتحاد السوفيتي. روسيا تعتبر أوكرانيا السبب الرئيسي بتفكك الاتحاد السوفيتي. نحن نتذكر 89 غورباتشوف ونظريته إعادة البناء، ثم بعد ذلك شيفاردادزه الذي كان وزير خارجية في الاتحاد السوفيتي سابقا، فهم أميل إلى الغرب منهم إلى 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 لحمة الاتحاد السوفيتي منذ ذلك الوقت، منذ الاتحاد السوفيتي مع كل الأسف. أول أزمة عندما أعلنت روسيا بناء سد في مضيق كريتش باتجاه الجزيرة كوسا توتلا عام 2008، حاول الرئيس الأمريكي بوش وهو المجرم الذي دمر العراق ودمر ليبيا ودمر والآن امتداداته بتدمير سوريا وتدمير اليمن نعرف جيدا، حاول ضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، والضم إلى حلف شمال الأطلسي طبعا طبقا للمادة الخامسة من هذا الحلف نعم. أي عدوان على دولة من دول وهي الآن 27 دولة يقتضي الرد من قبل كل الدول اللي بها أسلحة نووية وربما يصار إلى حرب عالمية ثالثة. إذن الميل إلى هذا حاولت من خلال الاتفاقيات مينسك روسيا أن تحول دون وجود قواعد غربية على حدودها نعم. لأنها تشكل تهديدا للأمن القومي الروسي، لكن تمترس هذا الحكومة الأوكرانية بالغرب، وبالتالي كنا نسمع خلال الفترة السابقة من خلال زيارات متكررة للرئيس الفرنسي لمستشار ألمانيا لوزير الخارجية بريطانيا، هم يقولون الروس علنا يقولون هذه خطوط حمراء نعم. انضمام أوكرانيا للناتو يعني أننا سنكون جار للناتو، وبالتالي الأمن القومي الروسي لا يقبل التعدي عليه. نسمع الآن هي الجعجعة الإعلامية من خلال الجعجعة الإعلامية تسمعونها جيدا مع كل الأسف تهيج الحرب ستكون يوم 16 فبراير يوم 20 يوم 21 يوميا يهيئون الجو النفسي تماما كما حصل مع العراق تماما كما حصل مع ونشوف النتيجه ما هو حال العراق، ما هو حال ليبيا، ما هو حال سوريا، ما هو حال اليمن. كل ما يكون الناتو ورموز هذا الناتو والغرب المنافق كل ما يتدخل يعني الامه ليست بخير بالرغم من ان المعركة على الحدود الروسية. طيب الآن دكتور رحيم يعني ما مآلات هذا الهجوم الروسي؟ ألا ترى أن انتهاك سيادة الدولة بحجة حماية الأقلية يفتح الباب للفوضى في أوروبا ثم إلى العالم كله؟ اي بقاعدة تقول كما تدين تدان، هم الآن الذين يتباكون على حقوق الإنسان وعلى سيادة الدول، هم الغرب نفسهم. من اعترف بالجولان للكيان الصهيوني؟ أليس هو هذا الغرب المنافق؟ من اعترف بالقدس وهي فلسطينية؟ أليس هو هذا الغرب المنافق؟ هم الآن يتباكون على أوكرانيا؟ أين كانوا عندما تهددت سيادات الدول على 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 مستوى الخريطة الدولية وليس فقط في أوكرانيا؟ هم كان المفروض يتباحثوا للوصول إلى السلم والأمن الدوليين كما يقول ميثاق الأمم المتحدة. هذا هو الكلام، مو الكلام تهييج كل دولة بعثت 500 600 700 واحد. تحسرت أوروبا الآن 120 دولة 27 دولة بحلف الناتو، طبعا هي الدول المتصدرة أمريكا ألمانيا قواعد أمريكية من الحرب العالمية الثانية إلى يومنا هذا، تتباكى على من ألمانيا؟ فرنسا ناشرة قواتها على مستوى أفريقيا، أي مصلحة أوروبية أي مصلحة بالتأكيد يعني هناك مصالح لهذه الدول، ربما مصالح اقتصادية أخرى أيضا جراء الغاز الذي يمر عبر أوكرانيا وما إلى ذلك. يعني الآن مجلس الأمن
عفوا دكتور، مجلس الأمن نعم. يعني اليوم عجل في من جلسته التي كان من المقرر أن تعقد بعد غد، فانعقدت فجر هذا اليوم للخروج بقرار يدين ما سموه الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية. كيف تقرأ هذه الخطوة قانونيا؟ طبعا هو أي توتر على مستوى الخريطة الدولية يدعى مجلس الأمن إلى العقاد، ومجلس الأمن عندما ينعقد هم 15 الخمسة الكبار الذي يملكون حق الفيتو، هؤلاء منهم الصين ومنهم روسيا، وبالتالي لن يصار إلى قرار، لأنه أي قرار لا يرضي روسيا يعني فيتو، أي قرار لا يرضي الصين يعني فيتو. ونتذكر جيدا من حال دون الهجوم حلف الناتو على سوريا هو الفيتو المزدوج الروسي الصيني. إذا طالما روسيا لديها حق النقض، وبالتالي لن يصار قرار يطلب من روسيا سحب قواتها كما يدعون. نفس القرارات التي أعدت على العراق في الفصل السابع وإلى يومنا هذا العراق تدمر، العراق تدمر ولم كذبة أسلحة دمار الشامل، ومع ذلك العراق لا زال تحت الفصل السابع، وأكذوبة البيان الذي صدر من مجلس الأمن قبل يومين هي أكذوبة. هم يقولون وفى بالتزاماته تجاه الكويت، أي قام بالتعويضات، لكنه الآثار التي ترتبت على غزو الكويت لا زال يتذرعون فيها الغرب، ويقولون العراق لا زال تحت الفصل السابع، بالرغم من أنه القوات الأمريكية احتلت العراق وتحول العراق من دولة ذات سيادة في يوم من الأيام إلى دولة مسلوبة السيادة الآن. نعم، أرجو أن تبقى معي أيضا. نعود إلى السيد العقيد الركن حاتم الفلاحي، الباحث بوحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية راسام. سيد العقيد الركن، هنا الاتحاد الأوروبي صرح قبل قليل بأن الهجوم على روسيا أو هجوم روسيا على أوكرانيا يمثل أحلك الساعات التي تمر بها أوروبا. يعني عسكريا ما النتائج المتوقعة؟ هل من الممكن أن تتدخل أوروبا عسكريا لردع هذا التوغل الذي ربما قد يصل إلى العاصمة كييف ولا يكتفي بهذه المدن الإقليمية؟ ما المتوقع بالتطورات العسكرية بين روسيا وأوروبا؟ نعم، دعني أقول بأن الغرب بشكل عام يعني والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص حسمت خياراتها في هذه الحرب. نعم. منذ الدائرة التلفزيونية التي كانت ما بين الرئيس بايدن والرئيس بوتين، حيث حصرت الولايات المتحدة الأمريكية خياراتها بأنها ستفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وهي قد جرت يعني بعض العقوبات تم تداولها الآن في وسائل الإعلام، ومنها مثلا فرض العقوبات على 4 بنوك من قبل بريطانيا الروسية، يضاف إلى ذلك بأنه هدد بوقف التكنولوجيا المتطورة إلى روسيا التي تدخل في صناعة الطائرات والذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، إخراج روسيا من النظام العالمي للتداولات المالية سويفت، يضاف إلى ذلك وقف خط الغاز نورد ستريم 2 بالنسبة إلى ألمانيا، يضاف إلى ذلك بأن العقوبات ستطال الصندوق السيادي الروسي بشكل كبير جدا، إضافة إلى أفراد وكيانات بما فيها وزير الدفاع الروسي. هذه العقوبات التي لوح بها الغرب طوال الفترة الماضية بما فيها أوروبا، ولكن الحقيقة بأنه لو جئنا إلى تفاصيل هذه القضية نرى بأن الصراع في أوكرانيا هو ليس صراع مع أوكرانيا فقط، وإنما صراع روسيا مع الغرب، لأن وجود الصواريخ البالستية النووية في عدد من الدول في أوروبا الشرقية هو تهديد لروسيا، وهذا يتناقض مع الاتفاقات السابقة التي جرت عام 91. فلذلك الآن عندما يأتي الغرب للوصول إلى أوكرانيا، لا شك بأن روسيا لن تقبل بهذا الوضع، خصوصا وأن الفترة الماضية كانت هناك استفزازات كبيرة جدا من قبل الغرب لروسيا، مثلا إجراء مناورات في البحر الأسود، مناورات كبيرة جدا اشتركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية، يضاف إلى ذلك اقتراب قاذفات نووية استراتيجية من الحدود الروسية في الفترة الماضية عن طريق أوكرانيا وعن طريق دول أوروبا الشرقية، يضاف إلى ذلك بأنه اقتراب طائرات ميراج 2000 فرنسية وطائرات استطلاع أمريكية أيضا. يعني عندما نأتي إلى الاستفزازات هي كثيرة خلال الفترة الماضية، يضاف إلى ذلك ببناء بنى تحتية الآن في أوكرانيا، يعني بالفترة الماضية قبل أسبوعين كان هناك 80 طن
من الأسلحة الدفاعية المتطورة وصلت إلى أوكرانيا. أما روسيا فروسيا تقول إني أمتلك معلومات دقيقة جدا، تقول بأن الغرب زود أوكرانيا لحد هذه اللحظة ما يقارب مليار دولار من الأسلحة الدفاعية المتطورة، وهذا يخل بميزان القوى في المنطقة خصوصا في أوكرانيا. وبالتالي الخيارات الأوروبية بما فيها الآن، يعني مثلا وقف خط الأنبوب الغاز، هذا سيعود بالضرر على أوروبا أيضا، ليس على روسيا فقط، لأن أوروبا تعتمد ما يقارب يعني أكثر من ثلث الغاز هو يأتي من روسيا. وبالتالي فرض هذه العقوبات في هذه الأجواء الباردة سيعود بالضرر على كلا الطرفين، وخاصة ألمانيا ستكون متضرر كبير جدا، خصوصا وأن الموقف الألماني في الفترة الماضية حقيقة كان يميل إلى الحل الدبلوماسي وليس التصعيد العسكري. يضاف إلى ذلك بأن الموقف الفرنسي أيضا يحذو هذا الحذو، إضافة إلى ذلك الموقف التركي التي تعتبر الدولة الثانية في الناتو أيضا كانت تميل إلى الحل السياسي مع روسيا وإعطاء تطمينات لروسيا. يعني بالأمس كان هناك تصريح لممثل الاتحاد الأوروبي يقول بوريل يقول بأنه هناك مخاوف حقيقية لدى روسيا ويجب أن نقدم تطمينات لروسيا. إذا هي تشترك يعني هذه المخاوف، هناك مخاوف حقيقية، ولكن يبدو الغرب بأنه لا يريد أن يعطي شيء لروسيا خلال هذه الفترة، وهذا هو سبب رئيسي أيضا في التصعيد. لذلك أنا أعتقد بأنه الخيارات هي كانت مطروحة، ولكن المشكلة تعند الأطراف في تقديم تنازلات معينة هو الذي أدى إلى أنه روسيا تتمادى في مسألة الحل العسكري وتقوم بالاجتياح الجزئي الآن لبعض المناطق، ولا أعتقد أنه سيكون هناك خيار باجتياح كامل ما لم تكن هناك تطورات تدفع القوات الروسية إلى الاندفاع إلى كيف. هذه التطورات التي ربما ستحصل لتجعل من التوغل الروسي يعني يشمل مناطق كبرى من أوكرانيا، وربما يحتل أوكرانيا بأكملها، هل سيتخلى هنا الغرب وحلف الناتو عن هذا المسار السياسي أو السلمي لنقل؟ وهل هناك خشية يعني من التصعيد العسكري بين الجانبين من وقوع حرب نووية عالمية؟ نعم، في مسألة الحرب العالمية النووية تكلم عنها بايدن بشكل صريح وقال بأن الآن أي إرسال قوات من قبل الناتو أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فهذا يعني بأننا سندخل في صراع نووي مع روسيا، وهذا ما لا تريده جميع الأطراف. وبالتالي هو قال بأنه سيقتصر ردنا خلال هذه الفترة على البحث عن مخرج سياسي والدفع باتجاه العقوبات أيضا وعملية تقديم أسلحة دفاعية لأوكرانيا، وهذا ما يجري الآن. يعني عندما الآن بعض المعلومات تشير إلى أن هناك صواريخ ستينجر الآن من أستونيا باتجاه أوكرانيا، وكذلك طائرات البيرقدار التي تم تزويدها من قبل تركيا خلال الفترة الماضية أيضا أصبحت الآن داخلة في هذه الحرب. ولكن دعني أقول بشكل عام بأنه الاستخبارات الأمريكية أخفقت في تقدير موعد ساعة الصفر بالنسبة للقوات الروسية، وهذا يجعلنا نقول بأن روسيا تعمل بعملية تمويه كبيرة جدا، وهي قادرة على التلاعب الآن حتى بالأجهزة الأمنية الاستخباراتية للولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الدولة الأولى في العالم. والدليل على هذا بأنه تم تحديد موعدين، أحدهم من قبل الرئيس بايدن، ولكن أخفقت الولايات المتحدة الأمريكية في تحديد ساعة الصفر الصحيحة لانطلاق العملية العسكرية باتجاه أوكرانيا، وهذا هو فشل كبير جدا في معرفة النوايا الروسية. لذلك أنا أقول بأن احتمال حرب نووية، قد تكون هذه الحرب هي خطوة نحو التحالفات والتكتلات التي تدفع باتجاه الحرب العالمية الثالثة، ولكن هذه الحرب لن يكون فيها تصعيد عسكري مباشر ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين روسيا، لأنه أعتقد بأنه الخيارات عندئذ ستكون قليلة جدا، ولن يكون هناك إمكانية لتفادي هذا الصراع الذي قد يدخل إلى الصراع النووي مباشرة. نعم، أرجو أن تبقى معي سيد العقيد ركن حاتم وضيفي أيضا الكبيسي. ومشاهدينا الكرام، سنبقى الآن مع هذا التقرير المصور ثم نعود.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام من الرافدين في هذه المتابعة الخاصة بشأن آخر التطورات التي تتسارع بعد الهجوم الذي شنته روسيا على المدن الأوكرانية. ننتقل الآن إلى ضيفنا هاتفيا من عمان أستاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكوبيسي. مرحبا بكم مجددا دكتور رحيم. إذن هذا النظام الدولي الذي أسس بعد الحرب العالمية الثانية والذي تسيطر عليه تقريبا الولايات المتحدة الأمريكية، هل قادر، هل يستطيع هذا النظام حفظ السلم والأمن الدوليين برأيك؟ سابقا بعد كما قلت يعني بعد الحرب العالمية الثانية وتقاسم النفوذ على مستوى الساحة الدولية، هناك من انتصر وهناك من خسر، من خسر هذه الحرب خصوصا ألمانيا واليابان ومن تحول معهما، وبالتالي صرنا أمام قطبين، قطب الاتحاد السوفيتي والدول أوروبا الشرقية التي تتمحور معه، وقطب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية التي تتمحور معه. ظل بقي هذا التوازن لا يميل إلا لأحد الكفتين خليلا. بعد ذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتصدر أمريكا على اعتبار القطب الواحد على الساحة الدولية، بدأت أمريكا تفرض رؤاها على الساحة الدولية، وبالتالي حربت ما حربت لأنه لا يوجد فيتو ولا يوجد قوة تقابلها كما كان الاتحاد السوفيتي سابقا. انهار الاتحاد السوفيتي وبقيت أمريكا والدول الأوروبية معها، وعندما نقول حقيقة الدول الأوروبية عبارة عن ألمانيا وعن فرنسا، بقيت الدول الأوروبية، وعندما تفكك الاتحاد السوفيتي كل الدول التي كانت منضوية تحت الاتحاد السوفيتي على الرغم من وضعها الاقتصادي الضعيف جدا استوعبها حلف الشمال الأطلسي نكاية بالاتحاد السوفيتي سابقا ليس إلا. إذن السلم والأمن الدوليين يحتاج إلى قوى على الساحة الدولية، هذه القوى تكمل بعضها بعضا، وأما أن تنفرد قوة لوحدها وتفرض نفسها كما تصرفت بالساحة العراقية والساحة السورية والساحة الليبية وربما ساحات أخرى أفريقية، هذا الكلام لا يمكن الموافقة عليه. وبالتالي الآن روسيا قوية نفوذها بعد تسلم بوتين، وبالتالي لها قوتها على الساحة، معها الصين، معها كوريا الشمالية، معها فنزويلا، معها الهند، معها كثير من الدول التي تحس أن مخالب الأمريكان كاسرة، وبالتالي تهدد السلم والأمن الدوليين. ضاعت فلسطين عندما تسيدت أمريكا على الساحة الدولية، ضاع العراق عندما تسيدت أمريكا على الساحة الدولية، ضاعت ليبيا، ضاعت سوريا، ضاعت نحن يهمنا التوازن الدولي، لكن التوازن الدولي عندما ضعف كانت نتائجه وآثاره وخيمة على كل الدول الضعيفة التي كانت تجد في الاتحاد السوفيتي قوة مساندة لها أمام ما حصل ويحصل الآن على الساحة الدولية، لأنه الميثاق ينص هكذا، لكن الآن هم إما يتدرعون بحقوق الإنسان أو يتدرعون بسيادة الدول، وبالتالي يعطون عندما يعجبهم ميثاق الأمم المتحدة يتنادون نحوه، وعندما لا يعجبهم يتصرفون خارج إطار ميثاق الأمم المتحدة في الحالة العراقية، واحتلوا العراق وقالوا لنفسهم نحن قوة اعتداد، وبعد ذلك أين ميثاق الأمم المتحدة؟ لقد كسر ميثاق الأمم المتحدة منذ اللحظة الأولى التي التي كشرت أمريكا عن أنيابها بمواجهة الدول الضعيفة. نعم دكتور رحيم، لكن نقول أمريكا والدول الغربية لن تصل إلى حافة إلى الحافة، لأنه الحرب النووية لا تبقي ولا تدر، وبالتالي تنتهي الكل، والخاسر صحيح. الوحيد هم أوروبا التي يعتبرونها العجوز، أمريكا تطلق على أوروبا العجوز، وأوروبا لا توجد اقتصاد قويين هم الاقتصاد الألماني والاقتصاد الفرنسي، أما بقية أوروبا بعيد كل البعد عما يحصل اقتصاديا ضعيفة، خصوصا الدول التي
انسلخت من الاتحاد السوفيتي وانضمت الى 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 حلف الناتو. هي تحتاج الى مساعدات اقتصاديه وتحتاج الى مساعدات عسكريه، لكنها بين فتره واخرى. نعم. الغرب لا زال هو المسيطر من خلال دولتين فقط. لو تشوف دكتور رحيم، عذرا المقاطعه اذا سمحت لي، يعني قبل قليل ضيفنا عقيد الركن حاتم الفلاحي قال أنه التطورات والتدخل العسكري ربما يبقى محدودا، التدخل العسكري الروسي، من أجل ذلك فيعني الغرب سيكتفي بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات أخرى متنوعة. ما جدوى هذه العقوبات برأيك؟ وربما تفرض عقوبات أكثر شدة، ما جدوها في ردع الروس من التوغل أكثر؟ العقوبات تبقى محدودة، عقوبات على أشخاص، عقوبات على وزير الدفاع، العقوبات الاقتصادية التي لأنه أيضا أوروبا بحاجة إلى الغاز الروسي، بحاجة. روسيا تصدر يوميا 10 مليون برميل نفط، والنفط الآن وصل إلى أكثر من 100 دولار. إذا المسألة الاقتصادية مرات أيضا لصالح روسيا لكنه ضد أوروبا، وبالتالي الاقتصاد الأوروبي سيترنح بهذا. لكنه هذه العقوبات آثارها أثرا بسيطا، وبالتالي لن تستمر أو تندفع أوروبا باتجاه فرض عقوبات أكثر مما يجب. وأنت قال عقوبات على بنك، عقوبات على أشخاص، عقوبات على أعضاء مجلس الدوما الروسي، هذه ليست تعاملا دوليا. نتذكر جيدا العقوبات التي فرضت وكانت قاسية، أجاعت العراقيين في بعد أزمة الكويت من 90 إلى 2003. هذه هي العقوبات، لأنه لم يكن هناك رادع للغرب ولأمريكا. الآن روسيا معها دول تقف بجانبها، وبالتالي لن تستطيع هذه العقوبات أن تقض مراجع روسيا، لأنه روسيا بالتأكيد حسابات دقيقة، وهذه الحسابات لن تجعل أوروبا تنام رغدا، خصوصا ألمانيا الذي بدأ اقتصادها يتعثر من الآن يعني، وكذلك فرنسا وبقية الدول الأوروبية إما منسلخة من الاتحاد السوفيتي السابق أو لا دور لها إلا أنها تمشي مع الركب، ليس إلا. وكندا باتجاه أمريكا، ما العلاقة بين كندا وبين أستراليا وبين في هذه الأزمة؟ لكنه بالتعبير العراقي يقول على حس الطب مخفا يا رجلي، كلهم يتراكضون عندما تقول أمريكا كذا أو يتسابقون عندما يخطط لهم إعلاميا. في الجانب الآخر أيضا سيد على قدر كل حاتم الفلاحي، في الجانب على الأرض يعني عسكريا، كيف ترى أوضاع القوات الانفصالية وأيضا القوات الأوكرانية في المقابل، من حيث تموضع كل من هذه القوات؟ هل التدريبات التي قامت بها أوكرانيا يعني تؤهلها للذود عن أراضيها وردع هذا الاعتداء الروسي؟ فلنقل هل ربما ستدعم أوروبا والغرب بقوات أو بأسلحة أوكرانيا في التصدي لهذا العدوان؟ السيد عقيد ركن حاتم الفلاحي، إذا فقدنا الاتصال به. من هنا دكتور رحيم الكوبيسي، يعني كيف ترى تعامل الغرب أيضا مع ما يحدث الآن؟ هل تعتقد أن المجتمع الدولي يعني بآلياته الحالية قادر على فرض السلم والأمن الدوليين، طبعا المنصوص عليهما في الميثاق المنشئ للأمم المتحدة؟ هذا الميثاق لا يحمي الضعفاء وبيد الأقوياء. هذه نصوص الميثاق بيد الأقوياء، مع كل الأسف، سواء كانت روسيا أو سواء كانت الاتحاد السوفيتي سابقا أو أمريكا والغرب. إذا حتى نخرج من هذه، لابد من طاولة مفاوضات والوصول إلى حلول سلمية.
أو حلول من خلالها نستطيع أن نوقف نزيف الدم، لأن الذي يخسر هو الشعب الأوكراني أو الروس أو المناطق المحاذية لروسيا. هذه الغرب يريد أن يبيع أسلحة لكل الأطراف التي تتقاتل، وخصوصا التي تحتمي بها أوكرانيا. وبالتالي هي ليست منح أو من الغرب إلى هذه الدول. لو تشوف أنت ترى الآن تزويدها بأسلحة العنف الاستراتيجية، وروسيا ليست قليلة شر بالتعبير العراقي، يعني لديها من الإمكانيات ما تتعب بها أوكرانيا إذا استمرت. الحل الوحيد هو الجلوس إلى طاولة مفاوضات، والقواعد القانونية الدولية والاتفاقيات السابقة توضع على الطاولة، ويصلون إلى 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 نقطة تفاهم. دون هذه ستستمر هذه الأزمة، وترمي بثقلها الاقتصادي على أوروبا قبل أن ترمي بثقلها الاقتصادي على 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 روسيا. روسيا دولة مركزية، اقتصادها اقتصاد موجه، بينما هناك يلعب دور شفت الجائحة الكورونا عندما رمت بثقلها. عانت أوروبا أكثر مما عانت أمريكا، بالرغم من أنه أمريكا دولة غنية لا يقال لا أحد، لكن الآن هذه الدولة الغنية أيضا بدأت تئن، وربما تتفكك الولايات المتحدة الأمريكية كما تفكك الاتحاد السوفيتي وفي قابل الأيام أو السنوات القليلة. يعني الرئيس الأوكراني أيضا أعلن فرض الأحكام العرفية على جميع الأراضي الأوكرانية، وأعلن إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الطيران المدني. هل تعتقد أن التطورات يعني ستشتد، ستتطور أكثر بما يؤزم ما يحدث الآن؟ ربما يعني الروس يتوغلون أكثر في أوكرانيا، ويحصل هناك رد فعل من الغرب، خصوصا حلف شمال الأطلسي الناتو. ما نتائج ذلك على العالم؟ هذه التحليل حاصل. أي توتر بين دولتين على الحدود يصار إلى فرض حالة الطوارئ، وربما يصار إلى استدعاء الاحتياط، وهذه تحصيل حاصل. لكنه هل هذه القرارات وهذه الإجراءات تحول دون التمدد للاتحاد روسيا باتجاه كييف، أم أن المسألة خلاف ذلك؟ إذا لابد من الدعوة إلى طاولة مفاوضات. دون ذلك سيستمر التوتر، والأثر الاقتصادي لهذا التوتر لن يكون بعيدا. هذا ورط نفسه مع كل الأسف هذه الدول التي في الدويلات، أنا أسميها هذه الدويلات التي تعتقد أنها تحتمي بالغرب، وبالتالي لكن الغرب لن يضحي بجندي من جنوده، لكنه يضحي بجنود الغير، تماما كما عانينا نحن في الحرب العراقية الإيرانية. جنود عراقيين، دماء عراقية قدمناها على هذه الحرب العبثية، وأموال خليجية وتقنية غربية. الغرب عندما كان يساعدنا ليس تقنية مدفوعة الأجر، وبقينا ثمان سنوات نعاني من هذه الحرب، وعندما أريد لها أن تقف وقفت، وصدر قرار مجلس الأمن الذي نعاني منه لحد الآن لوقف الحرب العراقية الإيرانية. هي نفس العملية. إذا كانت هناك قيادة أوكرانية تحت الحساب المستقبل تطلب جلسة، مو جلسة، تطلب جلسة للذين يشتركون بهذه التوترات، هي روسيا، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، هي هذه الدول، بريطانيا، هذه الدول. بريطانيا تماما كما تولي بلير، تذكر جيدا تولي بلير ماذا عمل، ذهب كما تقول أمريكا وانضم إليها بتدمير العراق، وبعد ذلك تبين أن كل الكلام الذي روج له من قبل الاستخبارات البريطانية كان كلاما عاريا عن الصحة، ويعاني الآن ربما مستقبل الأيام أن يحاكم توني بلير كما حكم كثير من المجرمين في التاريخ. يعني تتوقع أن يحاكم أيضا
ربما بوتين إذا تطورت الأوضاع ربما استخدم بعض الأسلحة النووية المحدودة في التوغل في بعض المدن؟ اي بوتين يعتبر نفسه الان في موقف الدفاع، لان بوتين لن يسمح بوجود قواعد عسكريه على الحدود الروسيه. هو لهذه كما بينا قبل ذلك الاثر المترتب على هذه الاجراءات المتراكمه. لم تتدخل روسيا قبل ذلك، وكانت اتفاقيه منسك. هو يقول اريد ضمانات امنيه مع كل اتصالاته المتكرره مع الجانب الامريكي ومع الجانب الفرنسي ومع الجانب الالماني. يريد ضمانات لكي لا تكون هناك قواعد عسكريه على حدوده، وهذا من حقه في هذه الحاله، اذا هو في موقف دفاع عن النفس بعكس الحاله العراقيه. ما المشكله بين العراق وبريطانيا حتى يدفع توني بلير بقواته باتجاه العراق باتجاه جنوب العراق؟ وما المشكله بيننا وبين امريكا حتى يدفع بوش ب 400 الف جندي لاحتلال العراق؟ هذا الفرق بين ان تكون انت في موقف الدفاع عن النفس طبقا للماده 51 من ميثاق الامم المتحده، وبين ان تكون عدوانيا على الدول الاضعف. يعني الان حتى التطورات تزداد، يعني الان في الخبر العاجل مستشار الرئيس الاوكراني يقول هناك اكثر من 40 قتيلا من جنوده من القوات المسلحه من جراء القصف الروسي. كيف برايك تتعامل الحكومه الاوكرانيه، كيف ستتعامل مع هذا الوضع والتطورات على الارض في ظل هذا التحرك الروسي واسع الانتشار؟ لا حل الا الجلوس على طاوله المفاوضات، لانه روسيا ليس قوه لا يستهان بها، وبالتالي اوكرانيا لا تستطيع ولا الغرب ان يقف عسكريا الا من خلال مساعدات. اذا الحل حتى يخرج القياده الاوكرانيه حتى تخرج من هذه الازمه التي تعاني منها تطلب جلسه مفاوضات وليس جلسه مجلس الامن، لانه مجلس الامن لن يصير الى قرار طالما هناك فيتو مشترك روسي صيني. اذا نحن لا لسنا امام قرار، وانما امام كلمات يقولها مدعوون الدول الاعضاء في الازمه الاوكرانيه. يعني اذا الحل الوحيد الجلوس الى طاوله مفاوضات ووضع كل الاتفاقيات السابقه ووضع كل الاهتمامات ووضع كل المخاوف الروسيه عند ذلك يصار الى اتفاقيه. دون ذلك سيستمر التوتر وربما يزداد الامر سوءا من قبل الايام. نعم، شكرا جزيلا لك من عمان أستاذ القانون الدولي الدكتور رحيم الكوبيسي، شكرا جزيلا لك. وكذلك نشكر مشاركة العقيد ركن هاتفيا من إسطنبول حاتم الفلاحي الباحث بوحدة الدراسات السياسية الاستراتيجية راسام. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، إلى اللقاء.